him from Kaduna State. Next is Abubakar Aliyu Abubakar from Niger State. Abubakar Aliyu Abubakar, Niger State. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه
أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ بسم الله الرحمن الرحيم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنتم
أنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا به فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين يا شيخ أبو بكر فسر هذه الكلمات تفسيرا وافيا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر يؤلون يحلفون على ترك مواقعة زوجاتهم نعم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق غلوا باطلا نعم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست قرأت وتعلمت من أهل الكتاب وآخرون مرجون لأمر الله مرجون وآخرون لا يقضى لهم بتوبة نعم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أمسكي عن إنزال المطر له دعوة الحق لله كلمة التوحيد نعم لله دعوة الحق أي كلمة التوحيد
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر كخطفة بالنظر بالبصر واختلاس بالنظر ويهيئ لكم من أمركم مرفقا كلمة مرفقا نفعا وهداية نعم هداية ونفعا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ما تنتفعون به في عيشكم نعم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها يقتلعها من أماكنها يقتلعها أو يفتتها ويفرقها بالريح لا بأس جيد كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يكفوا نظرهم عن المحرمات نعم يكفوا نظرهم عن المحرمات نعم بل ادارك علمهم في الآخرة تكامل واستحكموا علمهم بها نعم تكامل واستحكموا علمهم بها واستحكم علمهم بأحوالها أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابسة الجراء التي لا نبات عليها نعم إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيول الواقفة على ثلاث قوائم وطرف رابعة إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الصراع السوابق نعم في العدو نعم. جيد إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ما هم ببالغ مقتد الكبر والتعاظم نعم ما هم ببالغ مقتد الكبر والتعاظم نعم ولقد اخترناهم على علم على العالمين كلمة العالمين عالم زمانهم نعم فالحاملات وقرا السحب التي تحمل الأمطار حملا نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بطانة وأعوانا وأنصارا نعم بطانة أوداء وأعوانا وأنصارا نعم أعوانا توعدونهم وتناصحونهم جيد تظن أن يفعل بها فاقرة كلمة فاقرة داهية تقسم فقار الظهر داهية عظيمة تقسم قفار الظهر جيد السؤال الأخير قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى مصاب نزول هذه الآية هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناجي مع كبار قريش نعم فتوجه إليه رجل أعمى واسمه ابن أم مكتوم نعم ونادى له بصوت أعلى فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يطمع على إسلام ذلك الكفار فأنزل الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى بارك الله فيك بارك الله